اهلا وسهلا يا جماعة. في الفيديو ده عايزة اوريكم طريقة عمل مفرش مدور، او بتعرف ازاي تعرفي بالتريكو بابرتين بس تعملي الشكل الدائري ده، طبعا بالمساحة اللي انت عايزاه وبالحجم اللي انت عايزاه. انا عاملة العينة دي، عاملاها من الوحدة 10 غرز او 11 غرزة اهي. دي عبارة عن عدات مثلثات، بتتكون من مثلثات و بتتكرر المثلثات لغاية ما تقفل الدايرة بطريقة الأسطر القصيرة. هوريكوا الطريقة خطوة بخطوة، نشوفها مع بعض في الفيديو ده. هبتدي بعمل الغرزة يا جماعة، أو الوحدة اللي بتتكون منها الدايرة. اللي أبتدي عدد من الغرز، أبتدي عدد من الغرز زي ما أنا عايزة. عدد الغرز ده طول الوحدة بيمثل لي نص قطر الدايرة اللي هعملها. انا لو عايزة مثلا الدايرة عايزاها 20 سنتي بالسنتي، يعني 20 سنتي، هعمل الوحدة بتاعتي اعملها 10 سنتي خلاص. فانا ابتدي مثلا هعمل لكم عينة من 10 او 11 غرزة اللي هوضح عليها الطريقة. هي الوحدة بتتكون عبارة عن مثلث كده، هنبتديها مع بعض. نبتدي 10 11 غرزة ونشتغلهم وهوريكم الطريقة. ابتديت يا جماعة الـ12 غرزة دول، هي عشان اوريكم العينة هبتدي اشتغل الـ12 غرزة كلهم، كل السطر غرز عدلة، هعمل غرز عدلة عادية خلاص، مفيش اي يعني مشكلة في حاجة. ابتدي اشتغل الـ12 غرزة بالغرزة الغرزة العدلة، كلهم بالغرزة العادية اهو. خلصت خلاص السطر كله بالغرزة العدلة، 12 غرزة عملتهم بالغرزة العدلة. هعمل ايه؟ هرجع تاني برضو السطر، بس هاجي عند اقسم بقى الغرز، اني اسيب السطر دي ترسمها الاسطر القصيرة، اني مخلصتش السطر الاخر. يعني نسبة وتناسب لعدد الغرز بتوع السطر. انا عندي 12 غرزة فاقسمه على 2 2، اسيب اشتغل السطر بس اسيب اخر 2 ما اشتغلهمش وارجع بالسطر. انا طبعا لو هعمل حجم كبير اقسم الغرز، مثلا اقسم على 3 واقسم على 4 واقسمهم بحيث كل سطر اسيب اللي هم الـ3 غرز او الـ4 غرز اللي همشي عليهم. انا هنا اقسمهم 2 2، 12 غرزة اقسمهم اني اشتغل السطر واسيب اخر 2 ما اشتغلهمش وارجع بالسطر. انا هشتغل الغرز عدلة اهي كلها لغاية اخر 2 اهو، وممكن اعملهم برضو اسيب 3 كده اخلص بسرعة. هسيب اخر 2 والف الابر بتاعتي، الف بالسطر ما اشتغلش اخر 2 اهي، وارجع اخد الخيط انزل لتحت كده كده اهو، واشتغل بيه اهو، اشده كده. دي الفتله بتاعت اهي، اشد الخيط كده وارجع بالسطر اشتغل الغرز تاني، بس اشد الخيط كويس بقى عشان ميبقاش فيه فرق كبير في الغرز، واشتغل ارجع بالسطر من غير الغرزتين الاخرانيين. دي اسمها الاسطر القصيره، طريقه الاسطر القصيره اللي هي ما بتكملش السطر الاخر. وارجع اهو اخلص السطر الاخر ما عدا هما الاثنين اللي في الاول، اشتغل السطر الاخر وارجع تاني بالغرزه العدله. هنا يا جماعه مفيش غرزه معينه، هي غرزه العدله، انا بس عشان اوريكم طريقه الاسطر القصيره دي اللي بنعمل بيها. الوحدة هتطلع لي وحدة على شكل مثلث بكررها كذا مرة اهو. خلصت وبرجع بالسطر، هرجع اكمل السطر اشتغل برضو بالغرزة العدلة وارجع واجي عند الاتنين دول بقى، كمان 2 بعدهم الاخرين اللي سبناهم، اسيب الاتنين دول ارجع بالسطر اشتغل الغرز دي واسيب اخر 2 كمان غير الاثنين اللي سبتهم في المرة اللي فاتت، اسيب الاثنين دول كمان وارجع بالسطر.
هشتغل دول لغاية قبل آخر اتنين هوريكم. اشتغلت يا جماعة هاي الغرز اللي هما يعتبروا 8 غرز، وجيت على الاتنين اللي قبل، يعني دول الاتنين كنت سايبهم في السطر اللي قبل كده، اتنين كمان اسيب اتنين كمان. يعني اشتغلت ايه في اول، في الاول كنت شغل 10 وسايبه 2، دلوقتي اشتغلت 8 وسبت 2. هلف برضو بنفس الطريقة، هلف الابر وارجع بنفس الطريقة. معلش هنا في عقدة في الخيط، هلف الخيط لتحت، هلف الخيط لتحت واشتغل، خد الخيط كده لتحت، بس اشد جامد بقى في الغرزة دي، اخد بالي اشدها جامد، اشد الخيط كده لتحت واشتغل 8 غرز ارجع بيه. فهمتوا يا جماعة الطريقة؟ وهكذا المرة الجاية هرجع اخلص السطر كده، اشتغل 8 غرز وارجع بيهم، واسيب 2 الاخرين برضو واشتغل 6 بس. شايفين كده؟ ودي خلصت كده، هشتغل الغرز تاني، بس هشتغل ايه، هشتغل 6 بقى المرة دي، 6 بس، واسيب كمان 2 غير دول، 2 دول يبقى 4، اسيب 2 كمان، هشتغل لغاية هنا بس، يعني هشتغل 6 غرز دول بس، واسيب 2 والف وارجع تاني برضو. هو اشتغلت 6 غرز، اشتغلت 6 غرز بس اهم، ورجعت اهو، هسيب ايه، سيب 2 كمان، اخر 2 كمان اهم، سيب 2 دول كمان وايه، وارجع تاني اهو، وارجع بدول بس، ال6 غرز دول هشتغلهم، اشتغل ال6 غرز دول بس. هاخد بالي وانا بعمل الغرزة دي وانا بلف اشد عليها عشان ميبقاش فيه فروقات جامدة بين الغرز اهو. اشتغل ال6 غرز وارجع بيهم واسيب 2 كمان، يتبقى لي 4 غرز بس، وهكذا، وبعد كده يتبقى لي 2 بس، ونفس الطريقة لغاية ما اخلص كل الغرز، اسيب 2 2 2 كل مرة. شايفين معايا؟ ارجع بال6 غرز دول هرجع كده الستة دول بس، ايه مش هخلص الستة، هشتغل 4 واسيب الـ2 دول وارجع، والسطر اللي بعده اسيب كمان 2 يبقى الـ2. يبقى كده خلصت شغل الوحدة دي، هوريكم بعد كده ايه اللي هيحصل. لفيت بالشغل وبقوا 4 غرز بس، سبت 2 كمان، هشتغل ال4 غرز دول بنفس الطريقة اني ما كملش السطر، اشتغلهم وارجع واسيب 2 وهيتبقى لي 2 بس. ارجع ادي ال4 غرز، اشتغل 2 بس واسيب الـ2 دول برضو والف، اشتغل 2 بس واسيب الـ2 الاخرانيين، وارجع بكده خلصت الغرز 12 غرزة، تنات اهم، اشتغل 2، الف الخيط برضو كده لقدام، اجيبه كده واشد بس كويس قوي، اشتغل 2 دول كده، خلصت الغرز كلها خلصت معايا. هلاقي ان في اشتغل، انا عملت الشغل بقى على شكل مثلث اهو، كون لي مثلث كده خلاص. بعد ما انتهيت من الغرز التنات كده وخلصتهم، اخد بقى السطر كله اشتغله كله عدل وارجع بيه عدل، اشتغل كل الغرز عدل عشان احاول بقى الفروقات اللي بين الغرز دي ايه تختفي شوية. اشتغل كل السطر كامل 12 غرزة
هشتغلهم للآخر، هخلصهم للآخر. خلاص خلصت كل الغرز، اشتغلتها للآخر اهي كلها ال 12 غرزة، ألف واشتغلهم كمان مرة، أرجع بيهم كمان مرة، اشتغلهم دورين كاملين، اشتغل ال 12 غرزة دورين كاملين. بعد ما نتج معايا المثلث شكل المثلث ده اهو، اشتغل دورين كاملين، اروح وارجع بيه، اروح كمان مرة الدور كامل، كل ال 12 غرزة اشتغلهم بالغرزة العدلة اهو، وبعدين ارجع بيهم وابتدي اكرر بقى الوحدة تاني. نسيب اتنين، هرجع بيهم كلهم، اشتغلهم كمان مرة كلهم عدلين، خلصهم السطر ده بالسطر كامل مرتين، وكونت لي الوحدة هي على شكل مثلث. انا هكرر بقى تاني الوحدة دي، هكرر كتير كذا مرة لغاية ما تكون لي دايرة. هكرر تاني ان ايه، اعمل ايه، ارجع بالسطر لغاية 10 غرز بس، واسيب لي 2 دول. يعني انا ما بكملش السطر كامل ليه، عشان يبقى رفيع من هنا ويكبر ويعرض من هنا. همشي بقى، همشي بعد ما عملت كده، همشي اشتغل 10 غرز بس واسيب لي 2 دول، وهكذا. والسطر اللي بعد اروح وارجع اشتغل بعد كده 8، واروح وارجع واشتغل 6، اروح وارجع واشتغل 4، اروح وارجع واشتغل 2، وهكذا وهكذا، اكرر الوحدات لغاية ما تكمل معايا الدايرة. وانا كررت الوحدة كمان مرة، مفيش حاجة بنعملها ان احنا نكرر الوحدات على شكل مثلثات كده. ايه ده، كررت الوحدة كمان مرة اهي، وهكمل ان احنا بنقفل اتنين، بنسيب اتنين اتنين اسطر قصيرة لغاية ما نخلص السطر كله. بعدين بعد كده بنعمل سطر كامل رايحين وراجعين، ونكرر تاني الوحدة، نكرر كذا مرة الوحدة لغاية ما تلف الدايرة وتقفل. نشوف مع بعض. انا يا جماعة بعد ما مشيت كررت الوحدة كذا مرة، شفت وعمالة تلف ازاي، المثلثات بتكتر وبتلف وهتقرب تبقى دايرة. مفيش حاجة بعملها خالص الا هي تكرار الوحدة الاولى اللي عملتها قصادكم، ان انا بشتغل السطر وما كملهوش، واسيب اتنين اتنين، وبعدين في السطر اللي بقى اروح واجي واعمل اسيب اتنين لغاية ما اخلص. وادي اهو انا خلصت الوحدة دي اهي، ورجعت بالسطر كله عشان اقفله كله، وبعدين برجع بيه برضو، هرجع اهو في الوحدة دي واسيب لي 2 دول، هرجع اهو بالوحدة دي قصادكوا تاني. بس يعني بقفل السطر كله غرزة عدلة، وبعدين برجع بيه تاني اهو، برجع بالغرز كلها عدلة تاني، وقبل الغرزتين الأخرانيين ألف السطر. هسيب دول بقى وألف السطر، دي جوزة المثلث بتبقى هي هنا، يعني كل رؤوس المثلثات هتبقى في المركز هنا بتاع الدايرة اهو. برجع بالاتنين دول سبتهم، واشد بس الخيط عند الغرزة دي بالذات عشان الفراغ اللي هيبقى هنا مبقاش كبير قوي كده اهو، وارجع السطر كله، خلص السطر كله وارجع بيه، واسيب اتنين كمان زي ما عملنا في الوحدة الأولى. هو مفيش أي حاجة لتكرار الوحدات اللي أنا عملتها الأولى، بنكررها كتير لغاية ما تلف الدايرة بتاعتنا اهو. خلصت، برجع بالسطر واسيب اتنين كمان في الآخر،
شتتني كده، هتسيب اتنين كمان دول وهكذا، رايحة بيا اتنين اتنين لغاية اخر اتنين. مش عايزة اطول عليكم بقى، اهو سيب لي اتنين دول كمان. لو عايزين تعملوه اكبر بتقسموا الغرز مثلا تلاتة، تسيبوا تلاتة تسيبوا اربعة، تقسموها على حسب ايه عدد الغرز اللي انتوا عاملينه. اهو هسيب الاتنين دول وارجع من الشغل وهكذا. شوف بعد كده ايه اللي هيحصل. بعد تكرار للوحدة يا جماعة كذا مرة، اهو الشكل قرب يعمل لي الدايرة، يقفل لي الدايرة اهو. بعد تكرار الوحدة اللي انا عملتها في اول مرة، انا بكررها بكرر عدد من المرات اهو. شفتوا الشكل قرب الدايرة تكتمل اهي، عمل المثلثات الوحدات اللي في الاول. ادي واحدة خلصت اهي، انا هنا في نهاية واحدة بعملها اهي. بعد ما عملت اشتغلت اهو، اهو قفلت عملت الغرز كلها، اشتغلت السطر كله هنا، وهروح تاني ارجعه، اروح وارجع وارجع لغاية قبل الاتنين الاخرين دي تاني. اهو انا هنا السطر اشتغلته، رايحة وهرجع كده وهرجع بيه تاني. شوف عشان تعرفوا ان هي تكرار الوحدة الاولى نفس اللي اتعمل بيتكرر في كل الوحدات. هرجع اهو مثلا كده، هرجع بالغرز كلها، هرجع بالغرز كلها، بالغرزة العادية، غرزة العدلة. ولما اخلصهم هشتغل تاني، ارجع تاني بس ما اعملش ايه غرزتين اخرانيين اهو. نرجع تاني خلصهم للآخر، عملتهم عملت السطر كله مرة، وادي المرة التانية. بعدين في الرجوع، في الرجوع اما اخلص ده بلف بلف وابتدي الوحدة الجديدة اشتغل لغاية هنا، لغاية قبل غرزتين دول، وارجع اشتغل السطر اللي بعده، اسيب الغرزتين دول عن غرزتين دول عن غرزتين كمان. بعدين صادف عندي 3 غرز بقى في الاخر. بعد كده اعمل السطر كله رايحة جاية وهكذا، اكمل الشغل انا لغاية ما تكتمل الدايرة وتخلص. هوريكو بقى المرحلة اللي جاية بعد الدايرة ما تكمل هنعمل ايه. بكرر كام مرة الوحدة، هقعد اكرر لغاية ما الدايرة تكتمل. بعد كده بختم الغرز، هنشوف مع بعض ان انا اختم الغرز عادي، واقفل من هنا في النص واقفل اخر وحدة بأول وحدة هنا. هنشوف بعد كده هنكمل، بس اما اخلص انا مش هطول الفيديو، هخلص الوحدات اللي باقية. يا جماعة الشكل الدائري اكتمل خلاص، غلط عدد من الوحدات اللي هي المثلثات دي اهي اهي. شفتوا بقى اهي الربط اهي. خلاص خلاص انا هختم بقى، هختم بقى الغرز بعد ما قفلت كده، عملت الوحدة الاخيرة هي الغرز، هقفلها نقفلها ونختم الغرز عادي زي ما احنا عارفين بتعمل ازاي. هنختمها عادي اهو، هنختمها مع بعض اللي هي غرزتين في غرزة اهو. هنختم الغرز يا جماعة، هناخد اول غرزة الطريقة المعتادة، نشتغل اول غرزة اشتغلها واشتغل التانية
بعد اقلب اللي هي اللي اشتغلتها الاولى على التانية. اقلب دي على دي. اهي اشتغل دي، اشتغل واحدة واقلب الأولى أول واحدة على التانية. بس بشتغل الغرز كده، بقفل الغرز كلها كده. خلاص هختم الغرز، كل الغرز وآخر واحدة اهو. هختموا كلهم، ختمت الغرز اهي يا جماعه، ختموا كلهم اهو. ختموا من هنا، امشي كده من بره لجوه عشان هعوز الخيط ده، وشد بقى الخيط كده واخلي فتله كبيره عشان دي اللي هوصل الغرز فيها اهو. قطعت الخيط وسبت فتله طويله عشان هبتدي اجيب ابره اللي هي من غير السنه دي، وخيط بقى. هلم الغرز دي كده واجي عند ده اوصلهم ببعض كده عشان تبقى دايره. الخيط اهو اللي بعد ما ختمت لمت الخيط، وهعمل بيه ايه؟ هاجي هنا واخد الغرز دي كده خلاص، باخد غرزة غرزة كده كده كده، ألم عشان الم الدايره في الوسط دي. اخد غرز كده 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 اهو، يا رب تكون باينه ليكم اهو كده اهو. وشد والم عشان الدايره النقاط واسعه شويه تتقفل كده، تتزم اهي. بس بعد كده اوصل، بعد كده هوصل دي في دي بداية اول وحدة مع الوحدة الاخيرة، اوصلهم مع بعض كده اهو. اوصلهم ازاي؟ شوف مع بعض هوصلهم ازاي. يا جماعة خد غرزة من الجنب ده، مع غرزة من الجنب ده نهاية الخيط طبعا. ده هنخفيه جوه اللي بتاع غرز البداية، بتاع غرز البداية
تقفل الدايرة كده يا جماعة بمنتهى البساطة بالإبرة والفتلة. قفلت للنهاية وأفضل الخيط خلاص. وادي هقطع الخيط، وادي الدايرة مكتملة اهي قصادكم. هذا شكل الدايرة كاملة، عملنا شكل مدور دائري بمنتهى البساطة، أي حد ممكن يعمله. يا رب الطريقة تكون عجبتكم، ومع السلامة في فيديو جديد.